الفل يا ماتيلدا. يا صباح القشطة. صباح الفل يا عرسنا. هنبتدي الفضايح بقى. صباح الفل يا حبيبي. من ساعة ما صبغت لي شعرك اسود كده وانا حاسس انك انت اخويا الكبير مش ابويا ابدا. يا ولد ابكيش. طالع بورسعيد؟ بس في مشوار مهم قوي لازم اعمله الاول. طب اقعد افطر ولا تقول لي ماليش نفس. مين ده؟ انا؟ ده انا النهارده بالذات لو حطه قدامي كده ديك رومي صاحي حاكله. يا ساتر يا رب انت ما عندكش وسط. ماتيلدا. افندم يا بيه. هات افطار لمينا. لا بس ايه الحلاوه دي بجد؟ لا بجد ده باين قوي الموضوع ده ما ينفعش كده. لا انا ما اقدرش على الكلام الجامد ده. ده كلام بلاش بقى. ايه رايك؟ تحفه يا بابا. مبروك عليك. الله يبارك فيك. احنا جهزنا لك المستشفى باحدث اجهزه لامراض النساء والولاده. ده اكبر جناح في المستشفى. جميل قوي. متشكره قوي يا بابا. دي المفاجاه اللي انا كنت محضرها لك. تعالي اعرفك بقى على الاستاذ فريده ابو العز. اهلا بيكي يا فندم. هو اللي جهز لك المستشفى في اقل وقت وباقل سعر وبخصم 15% عشان العيش والملح اللي كان بيني وبين والده. متشكر. دي اقل حاجه نقدمها لسعد بيت دالي. لا اقل حاجه هتعملها دلوقتي. تعالى معايا. فين؟ هقول لك بس تعالى. خير يا مينا بيه؟ طبعا سعادتك تسمع عن رجل الاعمال رفقي عزيز شريك عيله الدالي في مجموعه الدالي. طبعا. باختصار شديد انا ابنه الوحيد وجاي لحضرتك ترفع لي قضيه حجر عليه، وعندي المستندات اللي تثبت انه بيتصرف تصرفات القانون يسميها سفه. اتفضل حضرتك. منورنا يا فريد بيه. الله يخليك يا فندم. يا فريد كل يا ابني انت عامل ضيف ولا ايه؟ خلي عم ابراهيم يصدر لك قطعتين حلوين كده من الجنينه نعمل لك عليهم شوربه. سعادتك لسه فاكر ولا حاجه تتنسي؟ حكيت لك انا حكايه شوربه الضفادع. حكيت يا سعد. بس انا مستجدعك من ساعه وقفتك جنبي في مرسيليا، وربنا يعلم غلاوتك في قلبي بقت قد ايه. الله. اقول ايه انا بقى بعد الكلام الحلو ده كله؟ ما تقولش حاجه خالص، كل كويس. انا متاكده ان الاكل المصري وحشك، ولو ان اكل والدتك هدايه هانم لا يعلى عليه. الله يرحمه. يا نهار ابيض، والله ما اعرف البقيه في حياتك. حياتك الباقيه يا فندم. اهلا يا ست رضوى. مساء الخير يا مجند. مساء النور، ازيك يا بنتي؟ خلي بالك من فوق بقى عشان هتنام. ها؟ حاضر يا بنتي. بسم الله ما شاء الله. امال مامي فوق فين؟ على السفره. طيب قول يا فريد. سير انا. ايوه كده. انا شكرا. السلام عليكم. اهلا. اهلا يا حبيبتي. اهلا. ازيك؟ الحمد لله. رضوى بنتي اخر العنقود. اهلا وسهلا. فريد بيه ابو العز. فرصه سعيده. اقعد يا حبيبتي. صباح سيرفيس بسرعه. لا يا مامي مش عايزه اتغدى، بس بعد ما حضرتك تخلصي عايزه اتكلم مع حضرتك شويه بسرعه عشان امشي. مالك في ايه؟ قلقانه يا مامي. قلقانه مش عارفه اعمل ايه. انا من الصبح عماله افكر اجي اكلم حضرتك ولا لا، وبعدين لما جيت لقيت عربية بابي برا القصر كنت هرجع. ليه يا رضوى؟ ايه اللي حصل ده كله؟ أدهم اشترى لنا فيلا جديدة علشان نعيش فيها. والله؟ طب وماله؟ ألف مبروك. ما أنا فرحت يا مامي برضو أول ما شفتها، وأخدت مهندس ديكور ورحت بيه لحد هناك علشان أفهمه هيعمل إيه. بس بالصدفة وأنا بتكلم مع البواب اكتشفت إن أدهم مشتري الفيلا من الملك الأصلي بمليون ومئة ألف كاش. طب والله كويس، ألف مبروك، ربنا يزيد. إزاي يعني يا ماما؟ هو أدهم بقاله كام سنة في البيزنس علشان يشتري فيلا بمليون ومئة ألف ويغير عربيته في سنة واحدة مرتين؟ رضوى، هو أنت جاي عشان تقولي لي إن جوزك مش قد الثقة اللي أبوك اداهاله؟ مش عارفة يا ماما، بجد مش عارفة. مش عارفة إيه؟ مش عارفة إذا كان جوزك أبو بنتك اللي عايش معاكي في بيت واحد ووشك في وشه ليل نهار شريف ولا حرامي؟ يا مامي انا ما قلتش انه حرامي. كلامك ملوش غير المعنى ده. مش عارفه مامي، انا قلقانه بس زي ما قلتلك. وانا مش هقدر اطمنك. الوحيد اللي ممكن يطمنك ابوكي، لانه احسن واحد فينا بيفهم في البيزنس. بابي استني لما الضيف اللي بره ده يمشي وقولي له على كل اللي قالك واسمعي هو هيقول لك ايه.
ألف شكر على العزومة الهيلة دي. ما تقولش كده، ده المرة دي مش هتتحسب. لازم تتعرف على بقية العيلة بعد الخبر الحلو اللي قلت لي عليه. مش دي نصيحة حضرتك؟ أديني نقلت المقر الرئيسي لشركتي هنا في مصر. بكرة تشوف ربنا هيرزقك قد إيه في بلدك. إن شاء الله. مرة تانية بكرر شكري. ألف مبروك يا دكتور على المستشفى. الله يبارك فيك. أي حاجة تحتاجيها، تليفون صغير هتلاقيها موجودة. متشكرة قوي، ومتشكرة على التجهيزات السريعة جدا للمستشفى. أستأذن أنا. هنتقابل مرة تانية يا سعد بيه. أكيد. في أمان الله. في أمان الله. ما انت بقى يا ست البنات عايز اشوف شطارتك عمل ايه. انا النهارده نزلت اعلانات في الجرايد لاحتياجات المستشفى من دكاتره لممرضين لحسابات. عايز افرح بيكي. ربنا يخليك ليا. انا لو ابويا بجد مش هيعمل لي كل حاجه بتعمله معايا ده. انت تستحقي كل خير. يلا اطلع استريحي. بنات الاصول ما يعملوش كده ابدا. احنا مش ربناكي وكبرناكي وعلمناكي عشان في الاخر تتجسسي على جوزك وتخونيه. يا بابي والله كل ده حصل من غير ما اقصد. حتى لو كان من غير ما تقصدي. اوعي تاني مره مخك يوزك تعملي كده. يلا اتفضلي ارجعي بيتك افرشيه واستمتعي بيه مع جوزك ابو بنتك. وانا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. يلا. ألف كاش جبتهم منين يا ادهم؟ تنسحب؟ تنسحب من الجرنان يعني ايه؟ ده كلام معقول يا ادهم؟ جرى ايه يا استاذ عزت؟ انت هترفع صوتك عليا في مكتبي ولا ايه؟ العفو يا ادهم بيه، بس على الاقل اعمل حساب للفلوس الكتيره اللي انت سحبتها من الراجل ده. وشغلي ومجهودي في الوقت اللي فات ملوش تمن؟ يا ادهم بيه، يا ادهم بيه، في صحفيين كتير في مصر بيشتغلوا في المهنه دي بقالهم اكتر من 30 سنه ما بيتحصلوش على نص اللي انت خدته من الراجل ده. علشان كده انا عايزك تهدى وما تخليش انفعالك يخسرك راجل محترم زي ده. اظن كل واحد اضرب نفسه يا استاذ عزت. انا مش عارف بصراحه، انا مش عارف ايه اللي قلبك على الراجل ده مره واحده كده. ضايقك بتصرف انا معرفوش، غلط فيك لا سمح الله، سمعت عنه حاجه مش مظبوطه. ادخل. سعد بيه اللي بره. بره بيعمل ايه؟ دخله. اتفضل يا سعد بيه. مساء الخير. مساء النور. اهلا سعد. اهلا. اهلا يا استاذ عزة. انت فين من زمان؟ تحت النظر يا فندم. ايه قطعت حديث مهم بينكم ولا حاجه؟ لا ابدا يا فندم. اتفضل اتفضل يا سعد. انا بس كنت نازل اخلص شغل الوكاله. شغل عندنا هنا في الوكاله؟ ايوه يا فندم. ايه المفاجاه السعيده دي؟ وانا كمان بقول بسم الله ما شاء الله، الوكاله ماشيه تمام واسمها في السوق يشرف. من ايه ده يا ادهم بيه؟ والله هو الاستاذ عزت عمل نقله في الوكاله في الفتره اللي فاتت. طيب اتفضل انت يا استاذ عزت وهنبقى نكمل كلامنا بعدين. اوكي. بعد اذنك يا سعد باشا. اتفضل. انا كده ما بقتش فاهمه اي حاجه يا احمد، انت بتلخبطني ليه؟ مش فاهم. انت قلت قبل كده ان احنا هنرفع ايدينا، ولا هنتعاون مع دول ولا هنتعاون مع دول. ايه اللي خلاك عايز تحط ايدك دلوقتي في ايد الخواجه؟ علشان هنكسب. وايه اللي خلاك غيرت رايك؟ ما انا بقى قلبتها وعقلتها لقيت ان مصلحتنا معاه. أنا شخصيا مش معترضة، بس عايزة أفهم حضرتك هتعمل إيه؟ أنا هكلم سوليمان وحدد معاه ميعاد، وفي الميعاد هتشوفي وتعرفي بنفسك كل حاجة. أبو نجبية، أحمد المندراوي المحامي معاك. ممكن أكلم مستر سوليمان؟ مالك وشك أصفر كده ليه؟ ده مجرد سؤال عادي. ما انا عارف ان سؤال عادي، لكن ليه؟ ليه انا عايز اعرف؟ ولا ليه انت مش عايز ترد عليا؟ مش هتفرق ولا معاك ولا معايا يا سعد بيه. بس عامه انا فعلا خدت الفيلا دي بمليون و100 الف جنيه، ومتهيالي اللي قالك قالك كمان ان انا دفعتهم كاش. ربنا يزيدك. متشكر. تسمح لي كأب اطمن على المصدر بتاع الفلوس دي؟ متهيالي يا سعد بيه لو ما كنتش واثق فيا ما كنتش اديتني بنتك. بس كنت دي من الماضي، وانت عارف الدنيا والزمن بيغيروا الناس قد ايه. طب وانا ايه اللي هيغيرني؟ وحتى لو اتغيرت اكيد اتغيرت للاحسن. للاحسن طبعا. شوف حضرتك الوكاله دخلت ارباح قد ايه للمجموعه في السنتين اللي فاتوا، والمزرعه اللي استلمتها من رضوى بعد الولاده بقوا 2. ده غير اني زودت قاعده الاستيراد والتوزيع على تجار الجمله. مش بس كده، انا رئيس مجلس اداره جورنال الامل،
وليا نسبة مشروعة في كل الإعلانات اللي بتخش للجورنال، ده غير المرتب طبعا. يعني أنا شايف إن حضرتك مش محتاج تقلق عليا خالص. ما شاء الله، واضح إن جواك بذلة رجل أعمال ناجح من زمان وكانت مستنية الفرصة عشان تطلع. معاك حق، أنت كده ما يتقلقش عليك، بس يتقلق منك. وأنت أثبتت لي عملي دلوقتي إن أنا لما اخترتك للرضوى أحسنت الاختيار. على فين؟ مش هنتعشى سوا؟ أنت دلوقتي بقيت راجل سهير وأنا دلوقتي بنام بدري. بوس لي وفاء ورضوى، تصبح على خير. وأنت من أهله. تسمح لي كأب أطمن على المصدر بتاع الفلوس دي؟ تفضل أدهم بيك، هيدا شيك مزدوج. يعني إيه شيك مزدوج؟ وإيه الرقم الكبير ده كله؟ لما تنفذ فكرتي راح تاخد مصاري أكتر من هيك بكتير. أيه بس مش لما أفهم الأول ال 750 ألف جنيه دول بتوع إيه؟ وإيه حكاية الشيك المزدوج ده؟ راح قلك، ال 500 ألف الأولى هي أرباحك بتوزيع الجريدة حسب ما موجود بالعقد، توزع الأرباح نصف سنوية. نص مليون في ست شهور؟ ما تنسى إن أرقام التوزيع عم تزيد وإن شاء الله تضل هيك. أيوة إن شاء الله. طب والربع مليون التاني؟ هيدا عربون بيزنس رح سويه بيني وبينك، فكر منيح وما ترد هلأ. بيزنس إيه ده اللي مليان ساسبنس؟ بيزنس يخص عملك بالأساس كصحفي، وفي نفس الوقت يخص حماك سعد الدالي. لا يبقى حضرتك تاخد الشيك لغاية لما أعرف إيه الموضوع بالظبط وأشوف إذا كنت هوافق ولا لأ. العرض اللي عندي ما حد عاقل ممكن يرفضه. ايه مالك يا باشا؟ سعد الدالي بيدعبس ورايا يا سمير. بيدعبس يا باشا، واحنا لا مؤاخذه عندنا حاجه نخبيها. انا عارف ان شغلنا قانوني، بس الفكره نفسها هتجنني. ايه اللي بيخليه يدور على سعر الفيلا ومين اللي قاله على تمنها؟ لا يا باشا لا، أنا آسف سعادتك، بس يعني يا ريت التفاصيل الصغيرة دي ما تشغلش بالك وتسيبها للعبد لله، وسعادتك يعني يا ريت تركز في مطلوب مننا، خصوصا يعني إن المهنة اللي سبقنا سلمان بيه خلاص قربت تخلص. ده راجل مجنون، وأنا مستحيل أوافقه على الفكرة اللي بيطلبها مني دي. أنا عارف كويس قوي إن هو قال لي إن الفلوس اللي إداهاني دي ملهاش علاقة إذا كنت هوافق ولا هرفض، إنما فلوسه جاهزة في أي وقت هيطلبها هيكونوا عنده. أدهم بيه، أدهم بيه، إحنا ليه بس بنستعجل الأمور؟ مساعدتك نسيب كل حاجة تاخد وقتها. حل بسيط تشفي بيه غليلك لغاية ما نعرف هتاخد طرق منه ازاي. انا من ساعة ما جيت هنا وانا مش فاهم غير حاجة واحدة بس، ان انت كمان ليك طرق عند سعد الدالي وعشان كده بتساعدني. بداية مش بطلة ابدا، بس السكة اللي انت عايزني امشي فيها دي انا مش هستفيد منها اي حاجة، مجرد لخبطة في عيلة الدالي. اه لكن هستفيد مني انا ازاي؟ انا عندي اتصالات بشركات سيارات عالمية، اخد منهم خصم خاص تسهيلات في الدفع. لو نعرف نستغل الحكايه دي ممكن تمسك السوق في مصر وتتحكم فيه كمان. وكيل معتمد؟ وكيل وحيد لو حبيت، جربني وهتشوف. بس البنت اللي انت بتقول عليها دي انا ما اعرفهاش وما اعرفش اوصلها ازاي. دي سيبها عليا انا بقى، المهم انك تبقى جاهز ومستعد. بعد اللي انت قلته ده انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب. الله، ما انت راجل دغري اهو، امال بتلف وتدور على الستات ليه؟ عشان ستات. طيب مع السلامة، انت عشان تلحق وقتك. انا من بكرة هنفذ. لا بكرة الجمعة، وهي يوم السبت ما بتروحش الجامعة. الحد. الحد. سلام. سلام. ايه مالك بتفرك ليه؟ لا ابدا، انا خايف بس اكون بتعدى حدودي. لكن اتكلم يا ابو النجا وخلصني. اصل انت يعني قاعد توزع المهام وناسي ان انا كمان ليا طار عند سعد الدالي. لا انا مش ناسي ولا حاجه، انا بس بخليهم يحضروه لك ويجهزوه، لكن الضربه القاضيه لسعد الدالي هتكون من ايدك انت يا ابو النجا. وانا يا سنيوري انت الضربه نفسها يا برليوني. 41 مليون. 41 مليون جنيه مجموعه الدالي. 45 مليون. 45 مليون مجموعة. 47 مليون. 47 مليون. 50 مليون. 50 مليون مجموعة الحاج أحمد الوزان. 50 مليون مجموعة الحاج أحمد الوزان. 50 مليون. ألا أونا، ألا دوي، ألا تري،
رسيت على مجموعة الوزان. حكاية مجموعة الوزان اللي طلعت لنا في المقضى الجديد، مش دول بتوع اللبن واللحوم المصنعة؟ ايوه هما بدأوا كده، لكن بعدين بقى دخلوا في الغميق. دول مقدمين عشان ياخدوا الرخصة التانية بتاعت الحكومة لإنتاج الحديد والصلب. شوفهم بقى في المزادات يرفعوا بالخمسة مليون، وفي المناقصات ينزلوا بالاتنين مليون. ده أنا لولا أنكل رفقي كان معايا في المزاد كان زمانهم جرجروني الأرقام مرعبة من غير ما أحس. ما تشوف لنا حكاية الناس دول يا متر. أنا خايف نصحى في يوم وليلة نلاقيهم بالعين السوق. أنا كل اللي أعرفه إن صاحب المجموعة دي واحد اسمه الحاج احمد الوزان. احمد الوزان؟ يطلع مين احمد الوزان؟ الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.